بالنسبة لي هيك عم يعمل، بس لازم يبين على وجهه ونوقف بسرعة بنرجع نلتقي بالصوت. بنضل عم نطلع على بعض عم نعمل ايدينا هيك بتفشيني وبتفشيك لورا، يعني هيك اللي بتشوف كل شيء نيجاتيف واللي بتشوف كل شيء بوزيتيف، لأنه النيجاتيف والبوزيتيف لما بيتلاقوا شو بيصير؟ شي غير شي غير العكس. ما هو بيلتقوا نورمال، بس لا انا عم اقول لك مش بال، عم اقول لك اذا مثلا شي نيجاتيف، شي مثلا شي اسود وشي ابيض، اذا بدك تعمليهم مع بعض اكيد ما مش مثل الشيء ابيض، اذا مثل الشيء ابيض مثلا الشيء ابيض هون شيء اسود هون، بدك تصنفيهم، رح تصنفي الابيض مع الاسود والاسود مع الاسود، مش الاسود هون اكيد في هيك تفهمي وهيك بترجع على ورا بترجع على ورا، بس لازم يبين على وجهنا انه نحن بنوقع، يعني في تصادم بين القوى هيك بنوقع على الارض. شي وقعه ما الا هاي الوقعه اللي علمنا اياها. ايه برجع انا بقوم، مثلا انا بشوف كل شيء بوزيتيف، انت بتشوفي كل شيء نيجاتيف، بقوم انت بتضلك واقعي، انا عم امسكك من ايدك، يعني عم هيك مشهد انا فراسي بس ما بعرف كيف اشرح لك اياه. بدك تطلعينا من اللي انا فيه؟ هيك يعني إذا بقبلها ما تقولي صعبة. أنا عن جد نعسان. Thank you.